قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم، وذلك بفضل مبادراتها التنموية ودعمها لقضايا الشعوب الإنسانية. وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة بمناسبة منحه جائزة الخير العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثالث للسلامة الذي اختتم أعماله أمس في مدينة كيرلا الهندية. أكد أن فقيد الإنسانية وضع دولة الإمارات في مصاف الدول العصرية المتقدمة من خلال منجزاتها الحضارية الشاملة في المجال الإنساني. كما أكد سموه أن انعقاد هذا المؤتمر في الهند تحت شعار من أجل عالم خال من الإرهاب يأتي تخليدا لذكرى الراحل الشيخ زايد ووفاء وعرفانا للمبادئ الإنسانية التي عاش من أجلها. إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. في تصريح بمناسبة منح سموه جائزة الخير العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثالث للسلام في الهند، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن نهج الدولة الإنساني الذي أرسد عائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يتعزز هذا النهج بشكل مستمر في ظل القيادة الرشيدة. وتسلم جائزة الخير العالمية نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر. الجهود الإنسانية لفارس العطاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نالت أرفع الأوسمة من عدد كبير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية تقديرا لما تحقق من منجزات وما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وصحية ورعاية للأيتام وطلاب العلم على نفقته الخاصة محليا وعربيا وعالميا. إنه لشرف عظيم أن أقف أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه البلاد الطيبة وفي هذه الليلة المباركة ممثلاً لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في استلام هذه الجائزة. إنه لشرف عظيم أن أكون ممن ينتسب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه لشرف عظيم أن أكون ممن تربى وعاش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والسلام في دولة الإمارات وفي خارج دولة الإمارات، حتى أصبحت هيئة الهلال الأحمر نموذجاً لمؤسسة خيرية رائدة لا تفرق بين عرق وعرق ودين ودين ولون ولون، لأن هدفها خدمة الإنسانية ومساعدة المحتاجين أينما كانوا. وفي ضوء ازدياد الاشتباكات الطائفية والحروب الدامية التي تصورت في مختلف دول العالم، فقد أدركت إدارة جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت أهمية عقد مؤتمر يدعو إلى صيادة مبادئ السلام والاستقرار في العالم، وقامت بإطلاق مؤتمر الشيخ زايد العالمي للسلام، وذلك تقليدا لذكرى المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. نشكرهم شكرا جزيلا ونرحبهم ترحيبا حارا. ألا هو تكريم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بجائزة الخير العالمية يقوم به القاضي راجيش أجروال قاضي المحكمة العليا بدولة الهند بحضور الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه، يستلمها نيابة عن سموه سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.